طيب معايا الاستاذ ممدوح من اسوان، اتفضل. السلام عليكم يا استاذ سامي. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. حضرتك منين يا باشا؟ احنا انا من مركز صفه، القريه الدوير، والسماد ما جناش من 13/7 وانا مسلم الحاجه الزراعيه في الجامعه. صفه دوير ده في اسيوط؟ ها. باشا تمام. السماد ما جاش من 13/7 يا باشا. من 13/7 ليه ما خدتوش ولا حصه في الصيفي؟ انا مسلم الحاجه الزراعيه من 13/7. ما خدتوش اي حصه في الصيفي؟ خدنا حصه يا باشا، شكرتين بس. شكرتين فاضل لك قد ايه؟ فاضل لنا يعني كد شكرتين تاني، لو كان ادونا خمسه يبقى قاعدين ثلاثه. يعني انت فاضل لك ثلاث شكاير، يعني خدت الدفعه الاولانيه. اكتر من كده يعني. طيب لا، هتبقى لك مع السيد وكيل الوزاره ونعرف البرامج بتاعت الاسمده اخبارها ايه ونلحق الناس دي. لان الاشاعات طلعت ان العربيات ما بتطلعش عشان الضرايب. سيبك من الاشاعات. احنا في ناس بتشتغل وفي عمل وفي متابعه من الدوله، واحنا دلوقتي فاهمين كويس جدا ان احنا عندنا هدف ان احنا ننتج. انت النهارده بتكلمني خدت جزء في بدايه الموسم. انا سامعك بتخدم الناس كلها والله. انا انت بتقول لي ان انت خدت جزء في بدايه الموسم، فاضل لك بقيه الحصه. هكلم السيد وكيل وزاره الزراعه نعرف هتستلمها امتى، وما تقلقش. ماشي يا استاذ سامح. تمام، بشكر حضرتك. ماشي يا باشا، شكرا. العفو، بشكرك. احنا كنا بنقول ان في ناس ابتدت تزرع وفي بدايه الحلقه وصرف الأسمدة أو خد جزء منها عشان يبتدي الموسم، لكن هو على مدار الموسم بيحتاج يستكمل حصته عشان عنده محصول موجود في الأرض، عنده نبات بينمو، محتاج إن هو يتابعه، محتاج إن هو في النهاية يبقى عارف إن الراجل ده مأمن نفسه علشان يحقق هامش ربح والدولة كمان تستفيد. مش إحنا عندنا خطة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة؟ والمفروض كلنا نشتغل على هذا الملف.